السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بحر المنسي من قناة تاروت سماء المحبة أو قناة تاروت توت عنخ آمون حاليا، ومعكم قراءة فنجان وتاروت مواليد برج الأسد، امرأة برج الأسد الفترة القادمة، أبرز الأحداث لدى امرأة برج الأسد في الفنجان والمراية والأوريكال والويجا والتاروت. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة برج الأسد، حب غير مشروط، قد يكون هذا ما تريدينه يا امرأة برج الأسد في الوقت الحالي، وهو حب غير مشروط، أن يحبك أحد الأشخاص دون مصلحة أو دون أن يريد منك شيء، دون استفادة أو مصلحة، حب غير مشروط. ده من أحداث اللي بتحدث معاكي أو الروحانية اللي انت متوقع الحدوث معاك الفترة اللي جاية. سحر توافق، كأن الفترة القادمة يا امرأة برج الأسد هتجذبي ليك الأشخاص اللي شبهك، الأشخاص اللي هيحبوك الحب اللي بدون مصلحة، أو الحب الغير مشروط، أو الحب اللي لذاتك ولنفسك بس، مش لمصلحة معينة أو لهدف معين عايزينه منك. امرأة برج الأسد، هتنفتح أمامك الفترة القادمة زي باب من أبواب الجنة، زي فرصة لبداية رحلة جديدة وحياة جديدة ومرحلة جديدة في حياتك، وفرصة للتغيير الحقيقي اللي ممكن يحصل لك الفترة القادمة، كأن الحياة بتفتح لك أبواب السعادة. شايف انك انت أصبحت مستقلة، أصبحت قراراتك كلها ملك لنفسك مش ملك لحد، ملك لذاتك، انت اللي بتتخذي أي قرار في حياتك مش حد اللي بيتخذ لك القرارات في حياتك. عندك استقلال، عندك حياة خاصة بيك بحقوق خصوصيتك. شايف انك انت لقيتي الحل لكل المشاكل اللي انت كنت بتمر بيها الفترة الماضية، وقادرة انك انت تحلي بقية العقبات او المشاكل او التحديات، وعارفة علاجك ايه، وعارفة انت المفروض تعملي ايه. امرأة برج الاسد، شايف انك انت عندك كارت ساحرة عالم الروحانيات، والكارت ده يا امرأة برج الأسد ما بيطلعش لأي حد، لأن الكارت ده يا امرأة برج الأسد بيدل على قوة روحانية شديدة عندك، قادرة من خلال عقلك وأسلوبك وطبيعتك انك انت تغيري اي حاجة وتجيبي حقك بالكارما الخاصة بيكي او باسلوبك او بالطاقة، او بالطاقة اللي بتمتلكها شخصيتك. عندك طاقة روحانية الفترة دي قوية جدا، قادرة ان هي تحللك مشاكلك وتحطك في اي حاجة بمجرد ما بتقتنعي بيها. اختيارات الكيمياء، امرأة برج الأسد الاهتمام بوضعك الصحي والاهتمام بإيجاد علاج للمشاكل الصحية اللي عندك أصبح أمر ضروري، أصبح أمر هام وينبغي التركيز عليه من أجل مصلحة حياتك ومن أجل التقدم في حياتك. امرأة برج الأسد، انت عارفة الجانب الإيجابي والجانب السلبي من الحياة، عارفة الحياة بالوجه الجيد لها وعارفة الحياة بالوجه القبيح لها،
وعارفة امتى تكوني متفائلة وامتى تكوني متشائمة، وبإيدك تختاري الفكرة اللي هتفكري فيها واللي هتغيري بيها حياتك وهتغيري بيها رؤيتك للواقع. امرأة برج الأسد، علاقات الوفاء أو الأشخاص الأوفياء اللي في حياتك ما ينفعش إنك أنت تخسريهم أو يقعوا من حياتك أو تعامليهم زيهم زي الناس العاديين. لازم تحافظي على الأشخاص المميزين وتحافظي على إنك ما تخسرهمش. يا امرأة برج الأسد، شايف إنك أنت عندك روح قدسية كبيرة، وشايف إنك أنت عندك حب للعلاقة الروحانية مع ربنا وللصلاة وللعبادات وللرجوع لربنا والذكر الله والأعمال الخير لفترة القادمة، والشيء ده هيحسن من الكارما عندك بشكل كبير. شايف إن حدث تغيير كبير جدا في شخصيتك وفي أسلوبك وفي طريقتك وفي طريقة احتضانك للحياة، وشايف إنك أنت أصبح عندك الكثير من الفراغ اللي بيتركك منتقلة بين كل فكرة والتانية، وبيتركك في رحلة الأفكار ما بين كل فكرة والتانية بتمر بيها. امرأة برج الأسد، انت عارفة الجوهر الحقيقي للحياة اللي مخليكي متمسكة بحياتك لحد دلوقتي، اللي مخليكي في أشد لحظات اليأس بتنتظري إشراقة الشمس والأيام الحلوة إن هي ترجع لك تاني، لأن بالفعل ده حدث معاكي قبل كده. أنت عارفة إن الحياة، أنت فهمتي الحياة وعارفة سرها وعارفة أنت عايشة ليه وعارفة أنت دورك إيه في الحياة، وعارفة إن مهما كانت الحياة صعبة عليكي أو مشقة إلا إن الشفاء جاي جاي، والتغييرات الإيجابية جاية جاية، والحياة والنجاحات والنعيم والسعادة كل ده هيجيلك في وقت، وإن بعد العسر يسر. امرأة برج الأسد، بصي لفوق، بصي اللي انت عايزة توصلي له، بصي انت عديتي من ايه وهتروحي لإيه وهتنتقلي لإيه وهتعملي ايه وهتكتشفي حقيقة ايه، وعايزة تعرفي ايه في الحياة. خلي لنفسك اهداف. الجنس عامل زي السحر يا امرأة برج الاسد، حاجة في غريزتك انت بتحبيها جدا او متعلقة بيها جدا، وفي الطبيعة البشرية عموما، وانت بتنسي بيها همومك او مشاكلك كمان. ولكن ما تخليش الجنس يكون مع اشخاص خاطئين او اشخاص ممكن يؤذوكي او يستغلوكي من اجل العلاقة دي. امرأة برج الاسد، دوري على السعادة وعلى شغف حياتك وعلى الحاجات اللي تكوني فرحانة بيها او الحاجات اللي بتجيبلك السعادة في حياتك، بس تكون صح ما تكونش خاطئة. دوري على الحب الحقيقي اللي تلاقي معاه المتعة دي بدون ما يستغلك او يأذيكي بيها. امرأة برج الاسد، الفترة القادمة هتستحضري حياتك وهتستحضري الاشخاص الكويسين او الوحشين على حسب انتي هتسمحي لمين يخش حياتك وهتحافظي على مين وهتبعدي مين عنك. امرأة برج الأسد، لازم تلاقي السلام النفسي، لازم تلاقي رؤيتك لنفسك، لازم تحسي انك انت راضية عن نفسك قبل ما تحكمي على اي حد، او قبل ما تحكمي على اي حد ان هو شايفك بصورة سيئة. مش مهم هو شايفك ازاي، المهم انت شايفة نفسك ازاي، وهل انت لقيتي السلام النفسي بطريقتك او باسلوبك ده. راجعي نفسك بدل المرة 2000 مرة لحد لما تقدري انك انت تلاقي العائلة الحقيقية ليكي
او المحيط الاقرب ليكي والاشخاص اللي تشعري ان هم عائلتك وتشعري معاهم بالسلام الحقيقي، وبعدها فكري ازاي هتتعاملي مع الناس ديت وهل ما يستحقوا منك ايه. خلينا نشوف رسائل المراية. في حد بيراقبك من بعيد، في حد بيراقبك من بعيد وشايف ان في حياتك عدم توازن وعدم استقرار. حد انت كنت انفصلتي عنه، او شريك سابق، او حد كان في حياتك مقرب ولكن ابتعد، وشايف عندك عدم توازن وعدم استقرار، ولكن الفترة القادمة هيكون في عودة للعلاقة دي وممكن ترسيم وارتباط بينك وبين الشخص ده كأنه متمسك بيك لدرجة كبيرة. في عقد زواج عندك الفترة اللي جاية هيتكتب مع حد انت كنت انفصلتي عنه قبل كده ولكن مازال بيراقبك ومازال مهتم بيكي وبيحسن من أموره المالية من أجلك ومن أجل إسعادك وخطوات الترسيم، كأنه واقف قدام قرار مصيري وشايفك بصورة كويسة جدا وممتازة وبيهتم بصحة العلاقة والخطوات اللي هيتخذها تجاهك. شايف ان مع مرور الوقت وخلال الفترة القليلة القادمة هتنكشف لك حاجات كتير قوي يا امرأة برج الاسد عن مشاعر الشخص ده وعن كمية حب حقيقي وصافي بيحبه ليك الشخص ده. خلينا نشوف بقى دلوقتي مشاعر الشخص ده ايه تجاهك وأفكاره إيه تجاهك وبيفكر في إيه تجاهك وبيحس بإيه تجاهك. عايز يرتبط بيكي، في حد عايز يرتبط بيكي وبيقولك دعوت الله أن يجمعنا وأخبرت بأن قلبي معقود بقلبك، والرسالة التالتة بيقولك سأظل أحبك ولو طال انتظاري. ومشكلتك عند غضبك بتنسي الحلو اللي بينا، ودعوت الله أن يجمعنا وأخبرت بأن قلبي معقود بقلبك. خلينا نشوف رسائل من القدر ليكي. الرسالة الأولى الكمالية، الرسالة دي بتقولك إنه أصل الإبداع والتغيير، اسمح لي يا إلهي أن أرتكب أكبر عدد من الأخطاء التي أحتاجها ثم حررني من سجن الكمالية. ده شعور أنت بتشعري بيه يا امرأة برج الأسد. واضح أنك أنت زهقتي من مثالية حياتك ومن سعيك للصورة العليا وعايزة تتحرري من صورة الكمالية، عايزة تكوني على طبيعتك وتغلطي عادي بدون ما تخافي من الخطأ.
الجسد، في شهوات ورغبات جنسية عندك وعايزة تتقبلي جسدك، محتاج علاقة عاطفية يا امرأة برج الأسد، والارتباط أصبح هام جدا بالنسبة لك. قبول الذات هو أكثر إرهاقا من العمل اللامتناهي على نفسك. عندما تقدمي كل كيانك للحب ينشأ قبول الذات تلقائيا. يعني أنت محتاجة تحبي حد الأول وتتأكدي من مشاعره تجاهك عشان تقدري تقبلي دخولك في علاقة عاطفية مع الشخص ده أو جنسية بدون ما تشعري بالندم أو بجلد الذات. والرسالة اللي بعد كده بتقولك الثقة الإلهية مختلفة تماما عن التبجح بالأنا، يعني ثقتك بالله مختلفة تماما عن التبجح بالأنا كويس أو أنا صالح. أنت تخلقي مساحة أو شيء أكبر لتترسخ من فضلك بثقتك في الحب. يعني كوني عندك الشجاعة انك انت تعلمي انك انت خاطئة في مواقف معينة وتصلحي اخطائك في هذه المواقف. خلينا نشوف رسائل الرومانس كارد ليكي بتقول ايه. رسائل الرومانس كارد Love yourself first. ينبغي انك انت تحبي نفسك اولا وتكوني راضية عن نفسك قبل ما تحبي اي شخص اخر، وينبغي انك انت تعرفي صفات الشخص اللي معاكي كويس جدا وطبيعته، وينبغي انك انت تواجهي المشاكل اللي خايفة منها لحد ما تحصلي على الثقة. تعالي نبص على الفنجان. امرأة برج الأسد، الحالة النفسية عندك شايف ان هي كويسة جدا، مختلفة تماما عن اخر توقعات شفتها ليكي او اللي قبلها تقريبا. في الحالة النفسية شايف ان في تحسن عندك في الحالة النفسية وفي سعادة قلبك، وشايف ان السما شايلالك رزق كبير قوي جايلك الفترة اللي جاية، وجايلك في العلاقات، جاي في التفاف الناس حواليكي، جاي في اقتراب الناس منك، جاي في وقوف الناس جنبك وفي تعاطف الناس معك، وجاي في انتهاء خلافات ومشاكل مع ناس قريبة منك، وجاي في حسد بيتشال من عليكي كان مدمر لك حياتك وهينتهي، وجاي في استجابة أمنية ووصولك لهدف وارتقاء وصعود لشيء بتسعي ليه، وجاي في تحرر من شعور بيؤلمك كثيرا بالذنب، وفي تقبل للواقع، وهيتمحي عندك الفترة اللي جاية كل همومك مع الأحداث دي. هشوف الأحداث اللي قلتها دي بشكل سريع: التفاف الناس حواليكي، وحب الناس ليكي، والحسد اللي بيتشال، وحقك هيرجع لك في موقف، ورزق متشلك من السما سواء رزق في الفلوس أو رزق في العلاقات وفي حب الناس. مع كل الأحداث دي بتتحسن حالتك النفسية أكتر، وبتزول همومك، وبيروح من على قلبك حزن وتعب وهم وشقة، وبترجعي تاني تبصي للحياة بالصورة كأنك مولودة من جديد أو كأنك بتبدأي حياة جديدة. ربنا يكتب لك أجمل الأقدار يا امرأة برج الأسد ويسعدك ويكتب لك الخير.
ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجك، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكي، السلام عليكم.